عبد المعين الثعلي الله يرحمه كان متزوج واحدة اسمها سارة وكان يحبها حبنا ما بعده وكانت تعتني به هو شايب تعتني به ما هي بمقصرة معه شيء معه من يوم يصحى لين ينام أول بأول المهم يطلع عمر مرت أيام تعبت سارة هذه هو عاد شايب يوم أنها تعبت عاد هو بعد تعب معها وشال همها وما عنده في الحياة هذه ولا يشوف في الحياة هذه إلا سارة لأنها دائم معه المهم قدر الله وماتت سارة هي تنتكس حالته من إلى مرة عاف الحياة بما فيها المهم بعد أيام واحد من أخوياها عزيزه جاله بنت صغيرة واحد من أخوياه جاله بنت صغيرة سماها سارة وقال يا طول العمر السلامة رفيقي والله أنا غالي ومرته راحت الله يرحمها ويسكنها الجنة بسميها سارة منها داري خاطرة ويعني تكون هذه سميتها وراح له سلام يا عبد المعين أنا رزقني الله بالبنت الصغيرة هذه وسميتها سارة على المرحومة الله يرحمها والشايب يبكي يبكي ياخذ لها يوم هو يرد لها أبيات الأبيات طويلة لكن ما كله مختصر الأبيات يقول بالله عليكم لا تطرون سارة اسمنا أحبه مير ما ودي أوحيه اسم على اسمه فيه ربح وخسارة ولا اسم ما يصرع على غير راعي الله تبدي له يا أنا يا تبدي الله يرحمها إن شاء الله يعرضها الجنة ويعوضنا القدور اللي نشوف كل شيء والكريك والعربيات اللي رايحة جاية شوف أما ورا عربية لا لا شوف ورا شوف ورا اسمع عبد الرحمن عربية رايحة كريك رايحة عربية جاية شوف كريك هناك وش يسوي فيه كريك شنو يا كريك هذا أفكوش